شو لهلا بالاجتماع؟ صار لي 3 ساعات عم دق لك وحضرتك ما عم بترد. عم حاكيك جاوبني. ابوك يا محترمه يا بنت العالم الشبعانيه طلب مهرك 500 مليون وانا فيكي وبكل عيلتك ما بدفع 5 ليرات. قام شو قال له ابي المتخلف والدون على قولتكم؟ قال له تكرم. قام شو عمل ابوك المثقف المحترم المزوق؟ مسح بكرامته لابي الارض ونزل فيه مسبات. قام ابي وعمي شو عملوا؟ قالوا لنا ما بتفتحوا تمكن بولا حرف، ما حدا فيكن بيعمل ولا ردة فعل، اعتبروا كل شي صار ما صار. بس انا اذا ما عملت ردة فعل رح انفجر. بتعرفي شو اللي رح انفجر؟ بقى شيلي عن ابوك يا حبابي. وليد، وليد انا 30 سنة ببيت اهلي بحياته ما حدا ضربني. لا تجي انت هلا تضربني. ليش؟ مشان شو؟ ولك زلمي عمره فوق 70 سنة بحياته ما حدا استرجع يحكي معه كلمة زاحلة. يجي على اخر الزمن ابوك المصوفن يحكي معه هيك؟ هلا انا رح اقول لك مثل ما قال له ابوك لابي. الله يلعن ابوك وابو اهلك، ايه؟ الله يلعن ابوك وابو الساعة اللي تجوزتك فيها. الله يلعن ابوك بنت الكلب. ولك عم تسبني؟ انا طلعت من بيت اهلي لاتبادل معك بهيك الطريقة ليش؟ انا شو دخلني؟ ليش عم بتعاقبني؟ على شيء انا ما خصني فيه؟ خلص وليد اهدى. انا ماني عم بقدر استوعب كيف اجى من قلبك تضربني وتسبني. بس انا رح اعتبر انك فائد اعصابك وما عرفت شو عملت. ياك انك تعيدها. لو بدي اصفى بالشارع وما في حدا يستقبلني بتكون اخر لحظه بيناتنا.